الجهاز الفني بدأ يتفرج على فرق كأس العالم للأندية المحتمل يقابلها ولا لسه؟ والله بص، أنا اتفرجت يعني اتفرجت طبعا على مباراة اللي هي كانت مع الدحيل بطولة آسيا. الدحيل لا في بطولة آسيا، نهائي بتاع آسيا. تمام. والراجل كان بيتكلم حتى على أمريكا الجنوبية، والنهائي اللي هيبقى موجود نهائي برازيلي هو كمان خالص يعني. تمام. و فيعني ممكن نشوف المباراة دي، ممكن نشوف المباراة ديت، لكن القرعة هتبقى يوم 19. تمام. هي اللي هتفرز لنا أو هتقول لنا مين اللقاء. اللقاء الأول بالنسبة لي هيبقى يوم 4، يعني هتلعب الساعة 5، يعني هتلعب الساعة 8:30. الفائز من أوكلاند والدحيل. لا، هتلعب القرعة. قرعة يا ده يا بطل آسيا. حسب القرعة. يا بطل آسيا. لا، في ثلاث فرق عندك. في ثلاث فرق. طيب اخيرا بالنسبه لك انت شخصيا، العقوبه اللي توقعت عليك في تظلم منها ولا رايك تعليق عليها ايه؟ والله بص، انا برضو يعني انا بقول حصل خير، لكن في النهايه انا محتاج اعرف هو انت خدت عقوبه ليه؟ يعني اللائحه جايه لك بتقول انتقاد التحكيم. يعني انت ممكن تجيب التصريح بتاعي انا ما انتقدتش التحكيم، انا قلت هل يعني في حكم فار جالنا ثلاث مرات من اصل ست سبع مرات اللي كان فيهم مباراه كاس ومباراه الدوري، انا ما قلتش كده. فتسألت يعني عن سبب التعيين. نعم، تسألت عن سبب التعيين المتكرر. فهل ده نقد؟ اطلع قول لي لا، اللي انت بتقوله ده مش صح، او اللي انت بتقوله صح. لا يعني هو سؤال محرج يمكن، يعني ما انما عندك تظلم من العقوبه. انا مش عارف هي ايه بالظبط، اصل انت جالك اللائحه الاول 50,000 جنيه. انت ممكن تعترض على العقوبه ليه؟ لان اللائحه بتقول لك انتقاد التحكيم. ايوه، يعني حضرتك ممكن تقول لي بقى، حضرتك تقول لي خلي بالك يا كابتن سيد وخلاص. صدق. يعني كل نقدر نقوله لك خلي بالك، لان العمليه وكمان بتقول صباح الخير. كمان بتقول صباح الخير، تاخد لي قلم واحد. لا كفايه عليها قلم واحد. كل التوفيق ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في الاهلي، واعتقد جاوب لكم على اسئله كتيره بخصوص اللعيبه ومدى جاهزيتهم للمرحله اللي جايه اللي الاهلي بيستكمل فيه قوته الضربه. فايه علاقه الكابتن لطيف باللي قاله صديقنا العزيز الكابتن او الاستاذ احمد عفيفي؟